انا جربت الكرسي المتحرك، الله يكون بعونهم، الله يكون بعون الجميع يا رب. الله يعطيكم العافية يا جماعة. احنا اليوم بجبل الزهور، في اخ تواصل معاي من ذوي الهمم بعاني من مشكلة بهذا الشارع. طبعا مش بس هو، اللي اكتشفت انه في بهاي المنطقة عدد كبير من ذوي الهمم بتقلبوا كثير على كرسي متحرك، سواء كان كرسي كهرباء او كرسي متحرك اللي هو اليدوي. هذا الشارع حطوا جزيرة وسطية فيه من فترة، الله يعطيهم العافية، اكيد حموا الناس وطريقة كانت حلوة وكويسة حتى يقللوا المخاطر، لانه كانوا السيدين يخشوا على بعض. بس في تهيئة لازم تكون موجودة بهذا الرصيف، اللي هي تهيئة لذوي الهمم. هذا الحكي مش موجود نهائيا. حتى كمان الاهالي اللي معهم عربيات اطفال بتقلبوا لما يقطعوا الشارع، فبضطروا ان يحملوا العرباية تبعت الطفل على الرصيف، لانه الرصيف شايفين قد ايه ارتفاعه عالي. واكيد بدنا نحل هاي المشكلة. كيف بدنا نتواصل مع امانة عمان؟ نطلب منهم يعملوا لنا مكان مخصص لذوي الهمم وللعربيات تحديدا تعون الاطفال، لانه هذا الشارع طويل. يعني تخيلوا ذوي الهمم لما بده يقطع من هون، يا بده يروح يمشي للدوار، يا بده يمشي لاخر الشارع، يعني اخر الشارع اللي عند الشاحنة اللي انتم شايفينها البيضة هذيك. فالموضوع مش طبيعي، الموضوع مش طبيعي نهائيا، وهذا غلبي. فانا جربت الكرسي المتحرك، الله يكون بعونهم، الله يكون بعون الجميع يا رب. يعني الشارع كثير طويل لما يمشي كل هاي المسافة ذوي الهمم بس عشان يلف ويروح على الدكان هاي. فيا ريت من امانة عمان تحل لنا هاي المشكلة حتى نحمي هالعالم، حتى ما نغلبهم، لانه الشارع حلته بطريقة حلوة، بس يا ريت تكملوه بانكم تعملوا ممر خاص بالرصيف لذوي الهمم وللعربيات الخاصة للاطفال. كل احترام للجميع. سلام.